بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. من أحكام الصيام. الدرس العشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب في مستهل هذه الحلقة بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ صالح، في أيام العشر يرجى ليلة القدر، فهل تتحدثون في مستهل هذه الحلقة عن هذه الليلة العظيمة، عن فضلها وعن سبب تسميتها بليلة القدر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر. فهذه الليلة وصفها الله بأنها مباركة، ووصفها بأن الله أنزل فيها القرآن، ووصفها بأنها خير من ألف شهر. هذه صفات عظيمة لهذه الليلة، وهي في رمضان، إلا أن الله أخفاها فلا يدرى في أي ليلة من لياليه، من أجل أن يجتهد المسلم في كل ليالي رمضان حتى يكون قد أدرك هذه الليلة، وأدرك معها قيام بقية الليالي، فيتكامل أجره عند الله سبحانه وتعالى. فهي ليلة عظيمة يستجاب فيها الدعاء بإذن الله، وهي خير من ألف شهر، أي العمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في ألف شهر، وألف الشهر 83 سنة وزيادة أشهر، وهذا عمر مديد. لو شغله الإنسان كله بالعمل الصالح فهذه الليلة تعادل هذا العمر الطويل، وهذا فضل من الله. فينبغي تحريها والحرص على إدراكها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها ويأمر بتحريها، وكان يعتكف العشر الأوسط طلبا لليلة القدر، فلما ترجح عنده أنها في العشر الأواخر نقل اعتكافه من العشر الأوسط إلى العشر الأواخر، وقال: من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت هذه العشر المباركة فإنه يشمر ويشد المئزر ويحيي ليله، وكل ذلك لختام الشهر بالأعمال الصالحة ولتحري هذه الليلة العظيمة. نعم. ما الحكمة في إخفاء ليلة القدر؟ أشرنا إلى هذا وقلنا الحكمة، والله أعلم، من أجل أن يجتهد المسلم في كل ليالي رمضان، فإذا اجتهد فيها كلها وقامها كلها فإنه حينئذ يكون قد صادف ليلة القدر، وتكون زيادة الليالي زيادة خير له، فيكون قام ليالي رمضان وقام ليلة القدر، فتكامل له الأجر، حصل على أجر ليلة القدر وأجر قيام بقية الليالي. قد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في يوم الجمعة: ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه، لكن هذه الساعة لا يدرى في أي ساعات اليوم، من أجل أن يجتهد المسلم في جميع يوم الجمعة، ف
لأجل أن يستكمل ساعات هذا اليوم بالعمل الصالح، ويكون أيضا قد أدرك هذه الساعة فيحصل على الأجر الكثير. نعم. ومتى تبدأ هذه الليلة المباركة ومتى تنتهي أثابكم الله؟ تبدأ من غروب الشمس. نعم. تنتهي بطلوع الفجر كما قال سبحانه: سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم. وهل لها علامات خاصة؟ ليس في هذا نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم على علاماتها، وإنما السلف يجتهدون والعلماء يجتهدون في النظر فيها، يذكرون أشياء الله أعلم بها، وكما ذكرنا أن الله أخفاها لحكمة لأجل أن يجتهد الإنسان، فلو كان لها علامات بينة لا انتظر الناس حتى يروا هذه العلامات ثم يجتهدون في هذه الليلة، فالله حكيم في إخفائها. نعم. إذن ليس لها علامات معينة كما نسمع يقال أنه بعض العلامات التي تظهر على ظاهر الحياة أو في الليل، إنما هذه ظنية، هذه أمور ظنية الله أعلم بها، لكن ما فيها نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، هناك بعض الناس يتعمد أن يقوم هذه الليلة بالذهاب إلى مكة المكرمة في الحرم المكي الشريف، فهل هذا فيه أصل في ذلك؟ لا شك أن الصلاة المسجد الحرام والتعبد فيه أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. الذهاب إلى المسجد الحرام لأجل التعبد فيه والطواف بالبيت وأداء العمرة أو الحج والاعتكاف في المسجد الحرام، لا شك أن هذا عمل جليل، وكذلك الذهاب إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم للعبادة فيه، وكذلك الذهاب إلى المسجد الأقصى للعبادة فيه، هذه المساجد تضاعف فيها الأعمال كما صح ذلك في الحديث. فإذا ذهب إلى المسجد الحرام وسافر طلبا لليلة القدر وأيضا ليؤدي عمرة، فهذه أعمال جليلة، ولأجل أن يصلي في المسجد الحرام، هذه أعمال جليلة. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وهل هناك دعاء معين في هذه الليلة المباركة؟ سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: أرأيت إن صادفت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيكثر من هذا الدعاء ويدعو بغيره من أنواع الأدعية في صالح دينه ودنياه، فإنها ليلة يستجاب فيها الدعاء بإذن الله. نعم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة الكرام، إلى هنا وناتي إلى هذه الحلقة المباركة بإذن الله عز وجل من هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. كان معكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جزا الله الشيخ خير الجزاء وبارك الله فيه وفي علمه وجعل ذلك في ميزان حسناته. على خير، نلتقي بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.